مرحبا يا صاحبي. صاحبي وجا وجا صاحبي صاحبي وادي. سالي مومو. كومون سافا؟ الحمد لله. شخبارك كلشي بخير؟ الحمد لله امبيكابل. مرحبا بك اخويا. انا ولات عندي دابا كل عام خصني نجي نزورك سينو ما يطلعش العام زين. زوروني كل سنه مره حرام اخويا. المحل محلك اخويا. الله يكبر بك. مي تبارك الله عليك باش عجبني انا غادي بكتوبه كتخرج كتوبه الريتم واعر الريتم زوين. كيف الجرا كيف الماراطونات اللي كدير كيف الجرا اللي كدير كيف الكتوبه اللي كتخرج اخويا انا فرحان لك بزاف حيت فاش خرجتي الكتاب الاول شحال سمعتي الناس اللي قالوا غادي خرج كتاب ويتقاضى ما يعاودش يخرج كتاب واحد اخر قالوا الناس لا الناس الصراحه ما كانوش في الاول ما كانوش فاهمين بزاف يعني ما عارفينش شو درت لهم بتيت سوربريز دونك يا اون سيري دو راك عارف ملي كتبدا في واحد المجال خاصك يكون عندك نفس طويل دونك معلوم اخويا بحال الجرا الكتاب سميتو دون لوي دو ليون عجبك العنوان واش انت لو ليون لا نو نو سي با موا لو ليون دون لوي دو ليون موا جيتي دون لوي دو ليون تو تي دون لوي دو ليون انت كنتي في عين السبع انت كنتي جود مو هذاك انت كنتي في عين السبع انت يا وي الا ترجمتي كتعطيك في عين السبع فعلا بحيث القناه الثانيه كاينه في عين السبع وكنحكي المسار ديالي في القناه الثانيه 12 سنه ديال تقديم نشره الاخبار وايضا راك عارف السبع وهو الرمز ديال المملكه معلوم دونك كصحفي كتكون في عين الواقع وايضا كتحاول تعطي النظره ديال الواقع للمشاهدين كمقدم الاخبار والسبع داك يقدر ياكل كذا ما عجبتيش داك الشيء في العين ديال السبع لا السبع كيشجع لا كيقول لك كون سبع وكلني معلوم فهمتيني دونك هذاك المثال بزاف ما كيفهموش يعني كون سبع وكلني ماشي باش تاكل الواحد يعني باش تقوى وباش تكون عندك القدره باش تقوم الواجب هذا هو المعنى ديالها كل سبع وكلني يعني كون سبع وكلني يعني كتكون واحد المنافسه فهمتي والمنافسه ماشي بشرط باش تطمع الانسان ولا تبغي ليه للشر باش عمري ما فهمت كون سبع وكلني زعما غادي نحترمك لك كنتي شجاع وراجل سميتو غادي نحترمك تولي سبع واخا سيدي واخا سي سبع واخا سي واخا ودي عين سبع عين سبع الكتاب واعر كتاب واعر بزاف كتاب زوين اخويا الكتاب بادي بواحد الكتاب يمشي غيخرج الكتاب الوغ غيخرج اوفيسيالمون لو 8 اي 9 مارس 8 اي 9 مارس الى قبل لا سورتي واش بصح دير هاد القضيه ها هو ديه نديروها 30 ساعة في مناسبة 30 سنة واش بصح غادي ديرها؟ إن شاء الله الرحمن الرحيم 30 ساعة هو دي عدد غادي ما بين 8 في نهار خروج الكتاب 8 و9 ماشي جور دو لا فام ماشي ويكان الآخر ويكان الآخر في السيمانة الأسبوع اللي غيكون فيه العيد ميلاد ديال القناة الثانية إيه إنها تأسست في 89 دونك 30 سنة هادي واو دونك في هذه المناسبة بحيث كنحكي يعني القصة ديالي في القناة كيفاش دخلت شنو عشت فيها كمقدم الأخبار دونك غنوقع الكتاب 30 ساعة 30 ساعة 30 ساعة يعني نهار وستة سوايع ماشي 30 دقيقة ماشي 30 ثانية 30 ساعة غتبقى تسيني 30 ساعة بقى نسيني 30 ساعة اللي جا مرحبا به ونوقع ليه الكتاب ولا تقادو ما يبقاوش كيجيو ولا مابقاوش كيجيو نخاف غير يتقادو الكتوبة ولكن الناس غيجيو ما تحبش 30 ساعة لا ما نحبش بالليل وبالنهار غتبقى تسيني كتوبة نبقى نسني في 30 ساعة اللي جا مرحبا به ياخذ الكتاب ديالو متأكد درتي على حساب حتى نشحك شوقة قول لي احنا مؤخرا كصباح مع 8:04 كنهضروا على الساعه وي كنهضروا على موضوع الساعه وكنتكلموا عليه وكنقولوا مؤخرا كنا غنديروا واحد التحدي انه غادي يجمعوا الساعه انا كنقول لك تما كنشرح لك باش تفهم الشوق قلنا غادي يجمعوا الساعه فيها الناس كيقولوا الساعه لا الساعه لا للساعه الساعه لا واخا بحال مثلا الناس غادي يصيفطوا واتساب اوديو غادي يقولوا مينوشا كازابلانكا الساعه لا مثلا يونس كازا ساعه لا مثلا ياك وقلنا غادي يجمعوا الساعه بدا كيهضروا عليها وصيفطوا لنا لي واتساب 06 44 08 08 08 وكلشي كيصيفط وكتلقى ناس في الزنقه يقول لي راه صيفط وقلت لك يقول لي غادي نصيفط من بعد ما دوزنا واحد ثلاثه السيمانات لقينا على انه عيقت نهار اللي قلت غنديروا الساعه فيها كلكم نتوما كتقولوا الساعه لا عيقت بزاف حيت درت حساب من بعد لقيت
ميساج قصير فيه. الثانية واحدة خصني نجمع 3600 واحد خصني نجمعهم. هي صعيبة في المدة. وي دابا إلا بقينا كنستنجمعوا 3600 حتى يتبدل رئيس الحكومة عندنا الحكومة كلها تبدل لها باقي كيجمعوا الساعة لا لا للساعة المدة طويلة واش 50 داكشي نقول لك خمم مزيان 30 ساعة و 30 ساعة أنا غنكون حاضر فهمتيني غتبقى أنت جالس أنا بقى جالس واللي جا وقع لي لا ما نعش اصلا ما كنعش بزاف ماشي مشكل دونك فوقاش اش بدا اين ساعه مثلا الصباح نبداو في الصباح غالبا 8 الصباح نهار ما غدناش لا من 8 الصباح حتى لغد ليه مع جوج دونك نقدروا نجيو نشوفوكم مع 4 الصباح مثلا 4 الصباح 5 هادي كندير ديال لايف انستا فيسبوك اللي خارج بشي كاباري يجي سيليكت خارج من الدار منين ما خرج مرحبا به شي خاشي مع راسك بحال الواحد ما بغاش ودي عندنا يجي يروح يكشوا ويجي يوقع كام يمشي يقرا مكتب يمشي كذا بس ما سباسي على كازا بس في الدار البيضاء بس تخي بيا خويا تي سيغ اوكي غادي نجي نشوفك اخويا مرحبا بك في فيرجين ديال ان فاس دو ليسي ليوتي مزيان مزيان اخويا بجي نشوفك يخليوه محلول بالليل وي داكوغ وفي اليوتي حدا اليوتي حدا اليوتي ان فاس فيرجين عرفتو حدا سميتو الشارع هذاك الزراوي ولكن من بجهه اخرى بجهه اخرى تماك نيت ابسوليما تماك كاع كيخرجوا مع 4 الصباح يمشي بلاصه كيمشيو فيهم بجوج كيمشيو ياكلوا تماك هذاك انت حداهم تماك يمشي السعودي تبدا وجيع وجيع مزيان اخويا برافو عليك اخويا بس كيبقى كاع 30 ساعه بحال هذا نعم اخويا لا 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 بكل فرح انا خصك تعرف واحد القضيه لان هذا عيد ميلاد ديال القناه 12 السنه ديالي ديال تقديم ديال الاخبار وهذا الكتاب بغيتو باش نشكر المشاهدين اللي ساعدوني اللي عاونوني اللي شجعوني وايضا الناس اللي داخل القناه اللي ساعدوني وباش نوصل مزيان اخويا مزيان ونحقق الحلم ديالي دونك الكتاب ما غاديش يجي ويشريوه غنهديه ليهم ويلا صاحبي فابور 30 ساعة كتاب فابور ودي ودي نمشيو نرجعو شي ستوك عندهم ودي يا خويا و سيميريتي كامل واخا شحال كتاب خاصك تفرق في 30 ساعة المهم انا اتفقت مع دار النشر اتفقنا مع الناس اللي منظمين فيرجين باش يكون عندنا ستوك موجود ما عم مش دابا هذا الشيء كتقول لي دابا انت واش مش ما قالكش شي واحد غادي تخرج على راسك سي با غراف ماشي خساره ماشي خساره لا الصراحه باش نكونوا صريحين ما كاينش النهار اللي كنخرج وكيجي واحد يقول لي كتعجبني سورتو دابا مؤخرا ملي ما بقيتش كنقدم الاخبار لان اعلنت بان ما غنبقاش نقدم الاخبار هنايا عندك كيجي وكيقول لي راه كتعجبني كنتفرج فيك في الاخبار كنقول ليه فوقاش شتيني يقول لي يمكن السيمانه اللي فاتت حيت باقي انت بالنسبه لي دون دون لور ايماج اي سا م توش بوكو اي واسي سي اون مانيير فوالا دو 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 ريميرسي لي لي تيلي سبيكتاتور ولكن اخويا صراحه انا ما كنتخيش الاخبار ولا بك باقي لحد الان اه سي جونتي تو ماركي صح لحد الان 12 عام معلوم دابا لحد الان باقي بالنسبه ليا زعما خصني حتى كنركز مزيان عاد كنعقل انه راك ما بقيتيش كدير الاخبار سا م توش بوكو سي تري جونتي الا الا توحشتيني في الاخبار مره مره نقدر نجي نقدم لك النشره الله يحفظك واش توحشتي الاخبار انت واش توحشتي جيت وادي عداده غاتكون توحشتي الصراحه وي غاتكون توحشتي فورسيمون ما نكذبوش شنو توحشتي على الله بعدا بحيت كان الحلم ديالي دونك عرفتي ملي كتكون راك عارف شنو ملي كتحلم من صغرك باش توصل لواحد الحاجه كيف ما بغات تكون Donc le fait que ça soit relié à mon rêve, déjà en soi, il y a un lien affectif au-delà du professionnel. Ou même le mihaniya, forcément, qu'il y a l'adrénaline, le stress direct, le machin qui est dans la régie. Alors, moi, j'ai fait un live avec ma deuxième. D'ailleurs, quand il y a un leader de la site d'action, quand il y a fait un live, ou l'usbu, il m'a dit qu'il y a 7,5 ans. على السلامه الطرقيه مباشره اي و كتشوف بان راه فوالا اللايف راه شي حاجه كو سي فريمون سي فريمون اون دروغ دايور جو لو راكونت دون 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 لو ليفر كان سورتو ملي كنهضر على النشره الاولى اللي قدمت
هذاك سي كيك شوز دو بارتيكولير كان ميم سي اون درول دادرينالين صل الخرعال ديك ماشي هي خلعه خوف ستريس مخلط بالادرينالين اللي كتطلع وزوينه الكتاب الكتاب كيفي الكتاب زوين كتبتيه زوين كتوصف يعني كنعيشوا معاك وغادي نعاودوا نعيشوا وغنحسوا بداك الشيء اللي حسيتي به نتايا وبديتها بواحد الجمله واعره الكتاب بدي بواحد الجمله واعره بزاف ديال الحسن الثاني الله يرحمه les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides mais par ceux qui n'abandonnent jamais السلام la patience tout est dit quoi tout est dit parce que فالاول كنت كنفكر ندير une préface ou هذيك و قلت peut-être نكتبها انا ولا نكتبها شي واحد و بقيت مع راسي وقلت شنو هو الهدف شنو هي الرساله ديال هذا الكتاب وهو اي واحد فينا كان عنده شي حلم كيف ما بغى يكون وباغي يحققه راه يقدر يحققه en respectant la phrase de feu sa majesté Hassan II parce que le secret en fait il est dans la persévérance quoi il est dans la capacité à tenir même quand c'est difficile الحياه بحال قال مشاكل الحياه ما كيتربحوش بالناس اللي كيكونوا مجاهدين ولا واعرين ولا الناس اللي كيكونوا كي يتعاملوا بسرعه ولا كيكونوا ذكي بزاف لا بالناس اللي عمرهم ما كيستسلموا فوالا فوالا سي السلام عليكم سي فري جمعنا وقف كل شيء لو فيلم وادي عداده ديديكاسي لخوك جمال الله يرحمه Oui. Je raconte ça juste un mot par rapport à mon frère Jamel ou on ارتبط مع الجمله ديال الملك حسن الثاني رحمه الله الناس اللي ما كيعرفوش وكنعاودها في الكتاب وهو النهار الاول اللي دخلت القناه الثانيه اللي حطيت رجليا في دوزام في عين السبع كان فاتح ماي لو 1 ماي 2006 دونك جاي على اساس غنبدا الستاج ديالي انا في لا كونفنسيون دو ستاج انا جاي غير ستاج غنبدا لو 1 ماي 2006 اي وجيت ونسيت بان سيتي ان جور فيريي تالمون تاع ليا فوقاش نبدا وخرجت وجاني التليفون داك الوقيته كان الوالد باقي حي الله يرحمه où il m'a annoncé la mort de mon frère. Donc le jour où j'allais commencer mon stage, on perd notre petit frère. Ouais. Et c'est pour montrer aussi, je ne raconte pas pour faire pleurer dans les chaumières, tout le monde, on a tous vécu Ay wahed fena, aïch, azma, aïch, huzn, aïch, dorof so'aba fil hayat. Les brettes nous sol, fikra les brettes nous sol, ouahoua, fait dorof bhal hakak, les hiel mout, ou les ma'andesh, ma'kinch, chihaja, les tkadart. داويها هذيك القوه اللي هضرنا عليها والايمان ورداد الوالدين وشحال والعمل هي اللي كتسمح لنا باش نبقاو زايدين لقدام دونك ما كاينش ما صعب من الوفاه من الموت دونك اي حاجه كنلقاوها في المسار ديالنا نقدروا نتجاوزوها الى تجاوزنا هاد بيان سور هادي دابا 13 سنه ملي توفى خويا انا عندي العيد ميلاد ديال البدايه ديالي في القناه مع العيد ميلاد ديال الوفاه ديال خويا مي فوالا فورسيمون كيبقى الجرح ولكن كيف كنقولوا الحياه تستمر قدرتي واخويا الحياه هي هادي هو اللي صعيب في الموت اخوك مات موت ديال الله ولا وقع عليه شي مشكل شنو وقع لا كان مرض في ظرف نهار الى اون مينانجيت الله يرحمه خويا الله يرحمه اللي صعيب في الموت هو انه فاش ما كتجيك صعيبه انه ما غتبقاش تلاقى مع هذاك اللي مات وي انا اللي باش قدرت نتحداها وكنحكيها في الكتاب حيت انا كنت في المغرب وخواتاتي كانوا وخويا كانوا في فرنسا وجاو لحقوا علينا باش جاو المغرب باش ندفنوا جمال هو كان ديما كيقول غادي يمشي للمكسيك ما عرفتش علاش عنده مضروب على المكسيك ما كانش كيهضر بالسبليونيه ولا شي حاجه هكاك ولكن كيهضر لينا على المكسيك دونك حنايا باش نحاولوا نلقاو واحد شويه ديال القوه وديال الصبر انا بالنسبه ليا دخلت في بالي بان راه مشى للمكسيك voilà bled baïda etc pour moi il est au Mexique bon après c'est vrai que on essaye psychologiquement de trouver des remparts de trouver des choses pour tenir parce que
et surtout le tu ملي كتكون راك عارف الاسره المغربيه راك خصك انت تبقى واقف باش باش الوالده تبقى واقفه باش الخوت يبقى واقفين الوالده حتى هي كتخصها تبقى واقفه باش ولادها يبقى واقفين دونك مي الحمد لله الحمد لله الله يبدل محبته بالصبر اخويا امين بديتي راه الكتاب 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 بادي بديتي بالنهار اللي كنتي في افريك وي كوت ديفوار absolument ياك وي ابيجان اه وي ابيجان et l'événement le 6 novembre 2017 الفيديو كنشوفوا الروبورتاج في التلفازه كيما كيعيشوش كيما كتعيشوا انت حيت كانتظار كاين كتسنى كيجيو كاين ستريس كاين كاين البروتوكول البروتوكول ديال البروتوكول مهم كاين لا سيكوريتي لا سيكوريتي خاصك تجيب تصاور مع لا سيكوريتي شكون نتايا فين الباج ديالك اش كدير هنا justement c'est ce que je voulais partager aussi avec j'allais dire oui avec les téléspectateurs enfin avec les lecteurs ouais. et d'ailleurs c'est à eux que je dédie à la fin du livre mes remerciements aux ouais. téléspectateurs et aux lecteurs les quatre chefs reportages ديال دقيقه ونص في الاخبار في نشره الاخبار ما كتخيلش هذاك الاتعاب اللي داز منها الصحفي باش يوصل لهذاك الروبورتاج ouais. Et c'était le meilleur moyen parce que de commencer avec ça. Je voulais commencer avec ça parce que ça faisait le lien avec ce qui a suivi ensuite. Les Namchit Abidjan ou même بعد قدمت مجله اللي سميتها كونتيننتال اللي مختصه بالاخبار الافريقيه et également c'était le dernier gros événement que j'ai couvert avec la présence de Sa Majesté. C'était quelques mois après le retour du Maroc à l'Union africaine et c'était un moment absolument extraordinaire avec toutes les péripéties en plus qu'il y a derrière. Les Naslet Trelt واحد القاعه اللي كانوا فيها الرؤساء كان فيها سيدنا كانوا الرؤساء ديال اوروبا والرؤساء ديال افريقيا وكان امين العام ديال الامم المتحده enfin bon il y avait une belle brochette chez 80 مسؤول وملي كندخلوا دخلنا هجمنا en fait على لي غارد دو كور لان حنا كصحفيين ما كانش عندنا الحق ندخلوا وكنا كنتبعوا سيدنا الوفد اللي معاه دابا ملي دخل سيدنا هذوك لي غارد دو كور اللي هما اجنبيه سيت je crois que l'Afrique du Sud ou la je sais plus de quel pays autre pays africain رجعوا للور bien sûr باش يخليو الملك يدوز وحنايا ديك رجع اللي هما رجعوا للور نتوما سلتو خدينا الفرصه اي لا ولا بد باسكو ويلي سيدنا داخل خصنا نصوروا خصنا نوصلوا الخبر ونبقاو معاه الوغ ملي دخلوا الصحفيين الاخرين وحنا المغاربه اللي فتحنا الباب شنو تصدع احنا اللي نغدنا شويه ديال با سي بور سي بروفيسيونيل دو توت فاسون اي و من بعد قالوا لينا نخرجوا داو كيعلنوا في الميكرو الصحفيين يخرجوا لان غتبقى القاعه خاصه بالناس اللي اي وانا مشيت سلت مورا واحد لي غارد دو كور المهم كانوا هما كلهم قلده وانا في مترو 73 فهمتي مخبي موراهم مخبي موراهم وجا واحد السيد من لا سيكوريتي هادي واحد سي انكرويابل لان الصحافه ولا اي حاجه ملي كيقول لك راه رداد الوالدين راه قسما بالله زعما شي حاجه اللي غريبه وكنحكيها وراه يقدروا الناس غيقراوها وما غيتيقوش اي واحد عاودتها ليه راه كيبقى حلف مو لان جا عندي واحد ديال لا سيكوريتي شافني هكاك داز ورجع وعاوتاني كرجع عندي قال لي بالانجليزيه واش انت صحفي قلت لي وانا كنشوف فيه في عيني هز معايا الساك فيه الميكرو والبادج درقته في الفيستا اللي دخل باش ما يبانش البادج ديال الصحفي وصل لاصال وكل شيء خرجوا انت بقيتي انا بقيت قال لي واش صحفي قلت ليه لا قال لي متاكد قلت ليه لا ماشي صحفي كنشوف ليه في عينيه ويقول لي عندك البادج ويلي صافي البادج عرفتي مكتوب فيه بريس اون ماجوسكول كبيره ومكتوبه بالصفار وداك الشيء مهم باقي عندي دايور عطيته الباج والله العظيم شد الباج ما جافوش شد الباج كيشوف فيه هو يقول لي ثانك يو سير زيت الباج ديالي خليته لداخل ومشى واو شنو وقع ما شافش ما تبعش اي ابخي حضرت كنت انا الوحيد الصحفي الوحيد اللي كنت لداخل في هذيك القاعده
ما عندك تكون واحد الاخر كيهضروا الرؤساء وتقول لهم اسمحوا لي ما متفقش انا القضيه هذه كنت بلاصكم الله اعلم لا اسمحوا لي والله انا كنت بلاصكم انا ما نديرهاش نديرها في الخضر ما نديرهاش في الخضر لا لا كنت كنسجل بالبورتابل وكنصيفط للعين السبعه جوستمون باش كيدوزوا كيدوزوا في تويتر ديال القناه مزيان اخويا وداكشي اللي انا عجبني طريقه الوصف اللي كتوصف كيفاش وصفتي كاع المغامرات كلها وصفتي بزاف د الحوايج مثلا بحال دابا فاش القضيه ديال لونيون افريكان قبل ما يجي الملك ويجي ويوصل قلتي واحد شو زوينه هذه الصوره هذه مون كاميرامان عبد الله ا لو دووا سور لو ريك كوم ان سنايبر كي اوري لاندكس سور لا غاشيت خصك باسكو عرفتي الا الا درتي الريك زعما الريك هو باش تسجل في الكاميرا وتعطلتي راه تقدر تمشي لك الصوره اللي مهمه بحال دابا التوقيع ولا السلام ما بين جوج ديال الرؤساء ولا اي سي فري كو تحيا ما تقدرش تقول لهم عاودوا تقول لي فهمتيني وقعت ليا ملي سال اللقاء كان سيدنا دايرين به رؤساء نوتامون الرئيس ديال فرنسا Et avec mon caméraman, là, pareil, on a fait un petit peu de... C'était Mohamed El-Badawi. Et on a pris des images qu'on n'avait pas forcément le droit de prendre. Mais il fallait être là parce que c'est à ce moment-là que ça se passe. Et je voudrais vraiment rendre hommage à tous les caméramans de la chaîne parce qu'ils font un travail extraordinaire. Et les amis avec qui j'ai pu travailler, et notamment l'équipe d'Yal le Pool Royal. Le Abdallah dont tu parles, c'est Abdallah Itabia. Que je salue. Mmh. Mais il y avait sur cette mission-là également avec moi Mohamed El-Badawi et... Abdelrahim Bouhdi, oui, et j'espère que je n'en oublie pas, sinon je vais me faire gronder quand je serai de retour à Insfer. Là, là, ma question. D'abord, tu sais que tu dis le magazine à l'Afrique ? Oui, Continental. Continental, ça fait. Juste l'actualité africaine. Bon, le Maroc, on fait partie de l'Afrique, on l'oublie parfois, mais ouais, c'est tout le continent. Tout le continent. وي اسكو تاع رولي اسكو تاع رولي انا الكتاب غادي يخرج 8 9 مارس غادي يكون غادي دير سيناتور نون ستوب 30 ساعه ديال لا سيناتور غاديرها في فيرجين ديال كازابلانكا حدا اليوتي بغا نكون حاضر معك انا غنجي نشوفك ان شاء الله غادي ندوز افيك غران بليزير ندوز نشوفك يخمم فيها مزيان رجع 30 دقيقه هوني راسك 30 ساعه خويا من 8 الصباح راه السبت حتى الجمعه من 8 الصباح الجمعه حتى السبت الجوج من 8 الصباح الجمعه حتى السبت اوكي السبت مع 12 نهار ولا مع ما غتنعس ما دير والو لا غتاكل غناكل نشرب مزيان اللي كامل صافايق وانا فايق انا خصك عندك نعاس لا ما نعاش انا تجي تحضي معايا انا نجي حدك واش عندك نعاس سير شوف خذ الكتاب اي وادي دادا قرر انه الكتاب في هذه الديديكاس هذه يكون فابور يمشيو الناس ياخذوه ديديكاسي يخطو فابور لو كتاب سميتو دون لوي دو ليون غادي تكون معاك بعد حاتم ولا ميا على حسب الكتاب اللي الكتب اللي كتكتب ماشي كتاب حيت ما قريتوش ما تقدرش تقول عليه والو غادي تكون معاك الناس اللي بغيو معاك 0 35 300 800 واش غتمشي تشوفوه لو 8 لو 9 غتمشي تشوفوه في الدار البيضاء فاش يكون داير 30 ساعه نون ستوب على قبل الديديكاس ديال الكتاب غادي نهضروا على ركيب راه بزاف القصص كاين لو جي تي يا تو بارل دو جي تي تو سكي اللي وقع لك في الجي تي كاع داكشي اللي عشتي انت يا حيت انا ما كنعرفوكش شنو عشتي الناس ما عرفوكش شنو عشتي انت اللي كنا كنتفرجوا فيك في لو جي تي وادي عدادة انت كنا كنشوف فيك صافي واحد السيد حافظ قاري سواري ما عرفش يقول متبع مزيان حافظ كيطير كيطير فرونسي تخينا كتشوفك تقول كيطير فرونسي واو ما كاينش ديك لولا ولا شي حاجه اللي قال لا تنتي ولكن ما حافظش كنقرا في البرومبتور باش نكونوا برومبتور ولي كت وي وي ولكن ني بون كاينه طريقه باش تقرا برومبتور واخا كيفاش كاينه طريقه شنو طريقه وي باسكو ما خصكش تبان كتقرا دونك ما خصش عيني كيمشي ويجيو دونك ملي كتقرا البرومبتور بحال كتسكانيه زعما تقدر تقول اوجوردي ا باريس سي تو نول ارجع صبرا زرتي عليا صاحبي اطوم ارجع الوغ اوجوردي ا باريس سي تو نول لو كونغري لو بلو طلع انت اللي كتكسيري لا كاين واحد الفوق كاين واحد الفوق كيكسيري عنده واحد بحال الشكل ديال شي واحد ستيلو كيدور به كيدور به باش كيكسيري ولا ينقص لك ينقص فاش كيكون دابا واحد جي تي في الاخبار كيتلف هو فاش كيهبط الورقه كيشوف واش كاين كيهبط الورقه
هاد الورقات هي كتكون عندو الورقه حتى هي كتكون تكون عندك الورقه بحيث الا البرومبتور مشى ليك ولا هاد الخينه اللي كيدور ليكرون خص يكون خصكم صح مع طرافات تكون ضريبه معاه مزيان باوي الا مشيتي شي نهار ما سلمتيش عليها هادشي ديال ليك وي وي اجوردي ا باري مسيو مزيان خديك بحال فيلم ديال جيم كاري عرفتي انا هو بروس تو بويسون وي C'était bon ça, c'est très très bon. Alors, attention, décompte, m'annonce dans l'oreillette l'assistante du réalisateur. C'est ce que me répète dans la seconde qui suit en écho le régisseur sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1, direct. Le générique est lancé, impossible de rembobiner. Et pourtant, ce n'est pas l'envie de fuir qui manque. Dès les premières secondes, je suis pris dans un véritable tsunami d'émotions. Une décharge d'adrénaline s'empare de la totalité de mon corps. À y penser encore aujourd'hui, j'en ai la chair de poule. Je reprends mon souffle. Premier titre, deuxième titre, puis le troisième. Jusque-là, tout va bien. Retour antenne, le rouge de la caméra s'allume. La petite ampoule, quasi invisible, m'éblouit. Je ne vois presque plus rien sur le prompteur. Ça, c'était le premier JT, ouais. 25 septembre 2006. Premier JT, donc Willy Leda, installé depuis 13 ans au Maroc, il est rédacteur en chef, présentateur au magazine Continental. Ce qu'on va dire, il faut parler comme ça. C'est bonjour, ça va dire écoute, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui un peu partout dans la société, c'est quelque chose qui vraiment nous éblouit, une rebombine. Ah, tu le fais bien, hein. J'adore. Like bonjour Khalil Habibi. Amin. Nous allons avec 035 300 300. Bon, moi, je vais écrire بزاف. Je vais lire avec l'ami Hatim on نتاحو على شي ورقه بحال هكا. Une page comme ça, les liens. On va نتاحو في هذه ديال ouais. C'est le chapitre 3, c'est laisser transformer. إذا باش تأكدوا وادي عدد أنا كنت اللي كاتب كتاب غادي نبدأ بلا برومبتور ما كاينش برومبتور في خبارك راه ثلاث قريبة أربع سنين وأنا خدام عليها هذا الكتاب هذا الكتاب هذا وي وي فازي فازي مي فازي خبارك أنا غادي نكتب كتاب واحد النهار بحال هذا أنا كنت باغي كنت عارف مع لي كوليس وداك الشيء وداك الشيء ندير معاك ستي جواب بزاف دير معايا تقاديم أنا وياك بيان سور والله جي واعر مازال شوية دابا 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 كاع دابا عندي 10 سنين ديال الشو دونك خلاك تكتب كتاب لا وي 10 سنين مزيان اسكو سي ليجيتيم ديكري ان بوكان ابري 10 ans de carrière on va dire c'est tout à fait posons-nous la question c'est tout à fait légitime c'est 10 ans c'est symbolique tu peux regarder dans le rétroviseur il y a beaucoup de choses qui moi ce que je te conseille الخطا اللي ما درتش وبديت كنديرو حتى تقيد فوالا تقيد ما كانش كاين انا نادم عليها هاد القضيه تقيد 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 انا كاين شي حوايج اللي alors on compte sur la mémoire c'est vrai كتعقل على شحال ديال الحوايج ولكن كاينين حوايج اخرين اللي كتنسى ولكن اخويا انا المشكل ديال مع التقييد هو انه حتى فاش كنقيد ما كنعقلش علاش؟ ما كتعرفش فين كتقيد؟ شوف صراحة أقولك أنا عندي لي نوت في التليفون كنقيد داكشي اللي باغي ندير ولا الأفكار ديالي كما نديرو بحال دابا الصباح جيت نطلع واحد الحاجة قيدتها هذيك النهار حيت تفكرت أنا قيدت واحد الحاجة ونلقى بيب أبخي رابيل جيست أندورمي ميمكنش ليك ميمكنش لأي واحد في العالم يعرف شنو قيد أنا ما عرفتش شنو قيد عاود قول بيب أبخي رابيل جيست أندورمي سواء ما نقدرش نعاونك داكشي علاش ما بقيتش نقيد كاع حيت هادي كتعصب أكثر من فاش ما كتفكرش شنو كنت باغي تقيد بيب أبخي رابيل جيست أندورمي عرفتي اللي يقيد لك ها؟ عطي اللي يقيد لك. باغا خصني نبقى عاقل انه راه عندي شويه اللي كيعقل. لا غادي ندير الكتاب غادي نهضروا على المسألة. ونون بار ابخي لو شو، اوكي توتا لور نون بار. اون في 50 سكوند، اوكي؟ الونزي. مي باغ كونت إذا كتبنا الكتاب أنا وياك وكتبت الكتاب ديالي معاك، ما كاينش كشي ديال حقات 30 ساعة. لا 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 لا. وفابور، ما كاينش فابور. 30 ساعة بوتيتر، مي فابور. ما كاينش فابور. Chapitre 3, essaie de transformer dans le kitab de Wadi Adada dans l'œil du lion. Dans ce train qui vient de quitter la gare de Fès et qui me ramène à Casablanca, je suis comme vidé de ma substance. Je suis loin de tout. J'ai envie de rien. Et pourtant, je continue à aller au-devant de ma destinée vers ce rêve qui me hante et me poursuit depuis ma plus tendre enfance. Comment une force aussi importante peut-elle continuer à nous faire avancer malgré la douleur, malgré les doutes, malgré l'envie
de ne rien faire. Si j'avais décidé de tout laisser tomber, je serais passé à côté de tant de choses. Et puis après tout, à quoi bon se morfondre ? Mais les gens qui nous ont couché, ça a l'air de marcher climat. Je suis très bien en détection de trajet. Ça va, un climat. À quoi bon remuer toutes ces souffrances ? Les faits sont têtus. Jamal n'est plus, rien ni personne ne pourra le ramener. Et je suis sûr que s'il avait pu me parler, il m'aurait dit « Wadi, fais ce que tu as à faire ». Une semaine après mon faux départ, dans le début du commencement de ma carrière professionnelle à la télévision, me voilà de retour à 2M. Juste avant de descendre du taxi, j'appelle ma mère avec la crainte de la trouver dans un état déplorable. Le temps de sa voix n'est pas le plus gai, mais quoi qu'il en soit, j'ai besoin de ses prières et de sa bénédiction pour entamer du bon pied cette nouvelle aventure. Elle me conseille de faire mon entrée à la chaîne du pied droit, par superstition sans doute. C'est vrai. Cette fois, il aura suffi de quelques secondes au contact de l'armada d'agents de sécurité pour que je franchisse le premier palier. Je me retrouve dans l'enceinte de la principale chaîne de télévision marocaine, dans une cour asphaltée où les véhicules de fonction se disputent la vedette avec des employés occupés à discuter de choses et d'autres. C'est assez là. Quand on sort de Chinlikin, c'est chaud en air. C'est toi, très là, dit le deuxième, très là. Bien sûr. Sécurité, fin de radio. Nous le mettons la carte nationale, la étoile, les blati, mes jobs, je n'ai pas d'étoile à Outiani, Christina, Zef. Lorsque j'avais appelé, c'est très très bon. C'est beau, Zef. OK, Iman. Oui, salam alaykoum. Wa alaykoum salam Iman, chbarak kulchi bkhir. Labas, alhamdoulillah, barakallah fikoum, tahiya likoum kamlin, tahiya likoum o, tahiya l-ustad dialna wadi Idada, tahiya l-ustada. Alaykoum salam, wach nasslo barakatou, nhar kbir, hada li kan. Asatida. تبارك الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم هادشي تلميذ هادشي اش كاين لا حاشا ماشي تلميذ شوف ليا يمكن كاين شي ديال التراك هذه اول مشاركه اذاعيه ليا غير تكلت على الله قلت انا من المعجبين ديال وادي عدادة لا شخصيته لو كاركتر ديالو سورتو التواضع ديالو باسكو سي تري ماشي زعما ماشي شي حاجه اللي هي متداوله عندنا ولا شي حاجه اللي هي تقدر تلقاها تلقى انسان ناجح ومتفوق في خدمته وفي نفس الوقت التواضع والادب عليك شرف كبير لي انني نتكلم معكم زعما انا بيرسونيلمون بون انا باش نخدم لكم راسي انا ديال التعليم الابتدائي صافي 5 عام دابا وانا خدامه وكتعطينا واحد الانرجي بوزيتيف يعني واحد انسان يكون طموح ويكون تكون عنده واحد الرغبه انه ديما يحقق الافضل فواحد الانسان اللي تبارك الله خدم 12 سنه كيف ما عاد ذكرتو في الدومين ديال تقديم الاخبار والصحافه حقق الحلم ديالو وهاد القضيه ديال انك تشكر انك تكتب ديال كتاب دابا سي فوتغ دوزيام ليفغ زعما شي حاجه ايجابيه بزاف ثروازيام داكور حيت انا كنت تنصت لكم كتر مكتوب قريب لا حطيت البلان ما شاء الله ما شاء الله انا غير باش نوراكم انا واحد انا صافي تقريبا وهذه العام الفايت كنت صمت في الصباح باش قال لي ما غاديش يقدم الاخبار طاح عليا الضي وبداو الدمعات تنزلوا لا لا غير باش تعرفوا انه كيكونوا دي بيرسون شخصيات اللي تالمون ناجحين وكنكونوا موالفين تنشوفوهم راه تيوليو بحال لا مونبغ من لا فامي ديالنا زعما ولكن انه انسان كي ديجا هذا من لي سكري ديال النجاح يعني باش انسان يحقق واحد الحلم وينجح فوالا ويعرف بلي غادي خصو ثاني يتوقف باش يدير حاجه اخرى ان تري شابو ليك زعما ان كرون شابو ليك يعني فخورين بك زعما تبارك الله بزاف ايمان غير واحد السؤال باش ما نطولش عليكم سمحوا لي الا ممكن استاذ وديع انه غير يعطينا مثلا كنعرفوا مثلا الفرنسيين عندهم هوايه هو مثلا ان جاردينيي يقدر يكتب يعني كتاب على الجارديناج زعما طباخه تقدر تبغي دابا حنا بغينا انه تكون عندنا هذه هوايه وثقافه ديال القراءه اننا مثلا حياتنا ما نخليوهاش
عندنا. الانسان الناجح كما تنقول هو الانسان اللي تيبغي ما تيخليش النجاح في عيوق عنده، بس تكون ديك الطاقه الايجابيه والانرجي بوزيتيف، انا زعما يبغي حتى الناس اخرين يحقوا. انا غير الا كان ممكن الاستاذ وادي عدادي يعطينا غير نبذه كيفاش مثلا انا مثلا ك اكسبيرونتيز، يعني انا مثلا كاستاذه كيفاش نقدر نقول التجربه ديالي. مثلا قريت واحد ومازال تنقريت الجبل دايوغ، انا كنتكلم معكم من منطقه جبليه، كيفاش مثلا انا هاد الشيء بغي مازال من بعد مثلا الا بغيت نكتب كتاب، شنو مثلا شي واحد ما عارف ما عنده حتى شي فكره على المجال هذا، شنو مثلا يقدر يدير؟ يعني كيفاش كيبان انا نكتب كتاب كتبان شي حاجه شويه كبيره ولا شي حاجه شويه يعني ما نقدروش نوصلوا لها، ولكن الا بغينا استاذ وادي على ذي يبسطها لنا كيفاش نقدروا زعما الخطوات شنو خصني نسكر غير بشكل مختصر. وسمحوا لنا بزاف على الاطاله، وهذه اول مشاركه اذاعيه اليوم، نتمنى ما تكونش الاخيره. بارك الله فيكم، تحياتي للجميع. تبنتي اول مشاركه اذاعيه ديالك راه تحسبات بجوج؟ لا فيها جوج، علاش جوج؟ حسبها بجوج حيت هضرتي على بزاف الحوايج. اسمح لي فيها الهضره بزاف وطيله. لا لا فيها الهضره بزاف وطيله. بجوج زعما هو هو جاوب وي شو راه ستخي سبحان الله، راكبني من البارح بلي وتنهول بالي ما كاين مشكل، كان تنفع واحد قلت بلاتي تصمت البرنامج كيتسكت على الله قلت بلاتي نجرب. هانيه ايمان ما كاين حتى مشكل. وديع كيفاش دير باش تكتب كتاب؟ كتاب اولا خص الواحد يكون ستيلو يكون مستعد، امشي بشرط تكتبوا في الاورديناتور سي با ان بروبليم، مو جيكري سو اورديناتور. لا يكون مستعد اولا، ثانيا الكتاب خص الواحد يفكر فيه، هي واحد المشروع اللي ماشي كتقول غنكتب كتاب كتجلس اب والكتاب كيتكتب. لا القصه اللي غتفكر فيها ولا الموضوع اللي غتكلم عليه اولا خص الواحد يفكر فيه ويحط النقط الاساسيه، هو هي هما البدايه ديال الكتاب باش غتبدا باش غتسالي وكتكون ديك النقطه في الوسط باش كتخليك تمشي في واحد الخط، فهمتيني؟ ما تهربش على الموضوع. من بعد après il suffit de structurer, c'est-à-dire il faut comme tu me disais tout à l'heure par rapport au prochain livre, est-ce que je l'ai déjà écrit? Non, il y a le plan qui est posé. Donc ملي كتكون عندك البدايه والوسط ديال الكتاب والنهايه ديال الكتاب، ما بين البدايه والوسط ديال الكتاب عاوتاني كتحط النقط اللي غتكلم عليهم. ما بين الوسط ديال الكتاب والنهايه باغي لي بوين سور ليكيل فو فولي اكسبليكي او راكونتي دي شوز. ومن بعد غتلقى راسك عندك غتولي tu vas détailler en fait, tu vas faire un plan qui va te permettre de détailler le contenu du livre et ensuite on peut commencer l'écriture. هذوك لي بوين انا بحال دابا ملي كنخدم الكتاب كنخدم على 10 ديال النقاط qui sont en fait grosso modo les 10 chapitres, les Reconos. Tu vois, sur le deuxième, il y avait 10 chapitres. Celui-ci, il y en a 9. Le premier, c'était un recueil de chroniques. Le prochain, il y aura peut-être une dizaine de chapitres. Et il faut ensuite écrire partie par partie. Et c'est un jour, il y a un choix qui est le même. Après, bon, qu'à Sahafi, le Ktaba, c'est quelque chose qu'on les can marsoha yomien. Il y a un peu de soubat, il ktab ay loura bra. بعدا ما كاينش شي حاجه اللي بشرط انا كنكتب بالفرنسيه بحيت عندي سهولات باش نكتب بالفرنسيه، ما نقدرش نكتب بالعربيه، ولكن الكتاب من بعد يترجم ولا لقيتي الصعوبات باش تكتب يقدر يكون مساعد. ولا توت فاسون واخا تكون كتكتب خاص داك الشيء اللي كتبتي تعطيه لواحد اخر باش يقرا وباش يطالع عليه، لان النظره ديالك سورتو ملي كتكون خدام في واحد المشروع مده ما كتبقاش ما كيبقاش عندك لو ريكول نيسيسير pour avoir une appréciation pertinente. واخا ودي دادا ايمان شكرا لك. وي شكرا لكم، شكرا انتما، شكرا نهاركم مبروك. بارك الله فيك، راه حنا من المعجبين ديالك وفخورين ان عندنا مغربي بحالك. تبارك الله عليك، الله يكمل عليك الخير. وتحيه للاسره الصغيره ديالك، لانني انا كنامن باللي وراء كل رجل ناجح كاينه زوجه وكاين ابناء وكاينه اسره كبيره وصغيره كتنظر وكتعاون توجور. تبارك الله عليكم كاملين. مزوج كاينه الوالده كاينه الخوت. مزوج ومزوج هو ما عرفتش. المهم انا كنعرف هذه. المهم اون توكا الاسره الكبيره شنو السؤال في هذا المجال؟ ايمان دابا اول مشاركه ديك الاذاعيات وين فيها ثلاثه؟ اول مشاركه اذاعيه غنجمع فيها. شكرا ايمان، شكرا عيتي من اكادير، شكرا لك. كوثر بونجور. بونجور صباح كوثر، شكرا كلشي بخير. صباح النور مامو، صباح النور حكيم، لمياء وديع، صباح الخير، صباح النور.
En fait, j'ai une question pour vous féliciter. Ajbatk, parce qu'il n'est pas marié. Ajbatk. En fait, je voulais vous féliciter pour le féliciter pour son troisième livre. Merci. Et en fait, je vous suis toujours sur LinkedIn. Et moi aussi, je suis en train d'écrire un livre. Et en fait, à chaque fois que je perds motivation, génial. Vous êtes ma source d'inspiration. Ah, c'est très je suis gentil. Ingénieur et docteur maintenant, donc tout ce qui est physique, télédétection et science satellitaire. Et à chaque fois, vraiment, c'est trop difficile d'écrire un livre. À chaque fois que je perds motivation, c'est vous. C'est vous ma source d'inspiration. Ça me touche beaucoup, il ne faut pas lâcher. C'est un plaisir de vous parler ce matin. Je vous souhaite un très bon courage. Merci infiniment. Ouais. Merci beaucoup Kautsar et bon courage pour le bouquin. Avec grand plaisir, passez une bonne journée. Merci, merci à toi. À ton avis, pourquoi Wadi n'est pas marié? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Voilà, bah, hey, imagine, Wadi X-Maktab. C'est bon, quand même. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Rien. Il est bloqué. Rien de l'interdit. T'as pas mal. Chaque blâme, tu sais. Qu'est-ce que tu as, Kimken? La même chose. Si. Chaque sa femme. 35 ans. Ah, t'as pas qu'à sortir de niveau. 38 تزوجت مرة طلقت تزوجت مرة ثانية وتفارقنا بلا بلا وليدات جوج وليدات عندك جوج وليدات وي واو وليد وبنيته لا جوج وليدات جوج وليدات دو غارسون دو غارسون وي 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 بحال رايان 9 ans سي واي انا عندي واحد سميتو رايان سي واي انا عندي واحد انا عندي اربع سميات جولاد تخبارك انا نفس الشيء عندي عندي محمد رايان انا عندي حسن رايان فوالا اي الثاني سميتو يانيس جمال On a dit Neil Majd. Eh ben voilà. Donc ça nous fait un autre point commun en plus de Rachida. De Rachida, les. Le Walida, Walida. Oui, je sais. Waouh! Donc le Ktiab, c'est comme ensemble. Le Ktiab. Même Kanish. Tu as ça. Troisième livre, troisième. Il faut, ça prend du temps d'écrire. C'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai que lire, c'est plus facile. C'est plus facile qu'écrire. Hayat. Sbah Nour, maman. Sbah Nour, Hayat. Khair, toute l'équipe IT Radio. Sbah Nour, si Wadi Adada. Sbah Khair. Je suis très content de vous Wadi Adada. Je suis très content de la spontanéité de vous. Je suis très content de la carrière de vous. Quand j'ai eu avec vous le show, je suis très content de vous. وعجبني كيفاش كان تشبث انه يجي دو ستاج في المغرب في ان شان ماروكان كتعجبني هاد التشبث ديالو بليدونتيتي ديالو كيعجبني كيفاش كيدير ان افور باش يهضر بالعربيه وكيعجبني دابا دابا الحياه دابا صافا دابا داكشي كيفاش كدير الله يجعل دابا راه كيضرب مزيان بالدارجه دابا كيضرب مزيان تبارك الله عليه والله في الوقت اللي الناس زعما ولات لا طوندونس كلشي يهضر بالفرنساويه الوغ كانت كتحاول وكتانسيستي انك تهضر بالعربيه كنت كتعجبني فاش كنتي كدير الاخبار ودابا كتعجبني في لي زيميسيون اللي كدير وكنتبعك بزاف كنشوفك في الانستغرام ملي كنتي في المعرض عجبني الكتاب الاول ديالك ودابا كنتسنى هذا الكتاب فارغ صبر غنجي عندك ان شاء الله لويت الفيرجين عندك ما تخليش ليا الكتاب ديالي لا لا غيكون موجود عندك نلقى الزحام بزاف ولا شي حاجه انا عارفه الناس غادي نلقى الزحام وسخطو ملي عارفين كدا راك ما مزوش راه ما غاديش نعاود لك الزحام تي غادي نلقاو خاصك دابا تعطيني الكلمه باش ندوز انا الاولى الاولى ما نعرف ولكن غيكون كتاب صافي انا حياه غادي نجي ناخذ الكتاب ان شاء الله تبارك الله عليك عجبني هذا الوصف كيفاش بديتي كتوصف كيفاش فهمتي كيفاش كتكتب فهمتي عجبني الديتاي كنبغي الناس اللي كيديتايو اللي فاش كيهضروا كيحاولوا يخليوك تعيش معاهم داك الشيء اللي كانوا هما كيحسوا به هذه القضيه ديال الكتابه حتى انا ملي كان توفى الوالد الله يرحمه باقا صغير عندي 12 عام انا كنت كنكتب كنت كنشري كتبه وكنكتب فيهم ما فاش خديت الباك ديالي جا اغيتي ما بقيتش كنكتب سي تري مالوغ وكيف قال ماما قبيله ملي رجعت دابا كنقرا الكتبه ما فهمتش داك الشيء اللي كاتبه ما كيبقاش الواحد عاقل شنو كتب تبارك الله عليك وديع بون شانس ميرسي بوكو ميرسي مومون اللي كتجيب لنا هاد لي جون طالون كنشوفوا لاكتواليتي ميرسي بوكو
ميرسي بور ليميسيون. الله يدي مرحبا شكيك بزاف حياه. بارك الله فيك. ميرسي الله يعاونك. الله يعاونك. والكتاب ديالي شي موما عندك؟ كاين كاين كلشي تابع. نتلاقاو تما صافي فيرجين. نتلاقاو ان شاء الله. يلاه 8 9 ان شاء الله مارس. شنو غيكون لا جورني كامله حتى لين الجمعه؟ 30 ساعه دونك سون زاري. سون زاري والو صافي حتى ينعسوا الناس مزيان. يلاه ميرسي بوكو لهلا خطيك. نهاركم مبروك. شكرا حياه. شكرا لك. تبارك الله. شكرا بزاف حياه. شكرا لك. جو تقول اسمح لي خويا نهضر معك حاتم ولا مي بزلوه. كنا مريم اللي خدامه في معك في دوزيام قالت لك واش تقدر تجلس البيرو ديالك حيت ما كاينش. شو خويا جلس فيه واحد شي واحد اخر ولكن تقدر الا خلاوها فاصون حتى حاجه قعدت مع البيرو ما ديالي حتى حاجه ما ديالي حيت كتسمع لها دابا تما قالت لك واش تقدر حيت البيرو ديالي دابا وي وي سي بون سي بون شوف 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 كي سي تري بيان وي تقدر تجلس واخا البيرو ديالها راه قريب ماشي مشكل واخا 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 دابا اش بغيتي تقولي الوداع بغيت تقولي بعدا مبروك على الكتاب الجديد شكرا. انت كتبي شي كتاب؟ انت كتبي شي كتاب؟ لا لا مازال ولكن قريب لان كيف ما قال وديع هو مشروع كيتبقى هز معك دائما انت فيما مشيتي كتلتقط كتشوف الشخصيات كتلقى مع الناس كتشوف الظروف اللي دايره بك كل مره كتقول هذه الفكره راه تصلح لي. وهي حيت تبقى في الحال الويكاند ما خلاوش تدخل عند عند برانس. وي وي جي سويفي تبعتي ما خلاوش تدخل. جي سويفي كانوا خلاو غير دوزام الاولى يدخلوا هما اللي وزعوا الصور القنوات كما قلتي على السيستم ديال لي بول. انا ما كنتش في البول ديال سامدي كنت في ديال ديمونش. داكور. وفي ديال ديمونش كان غنديروا التغطيه غير ديال الارايفل غير في الاول ولكن بحال كنت انا درت بقيت حتى دخلت لداخل وبقيت في لا ريسبسيون واحد المده طويله وهضرت مع الناس وعاد ودرت دي لايف سوغ انستغرام باش نشوف داك الشيء. ولكن ما خلاوش تدخل. المهم دخلت الحد دخلت هذا هو المهم. هادشي اللي كاين. فهاد المساله ديال الانسان يكون عنده مشروع ديال الكتاب خصو يكتبو ماشي كتجي كيما قلتي ماشي غير ما بين عشيه وضحى ولكن كيبقى هز معايا يقدر يقدر 5 سنين 6 سنين ولكن دائما كيكتب. الكتابه هي بمثابه علاج. واحد الصديق ديالي كان فوق ما مثلا وقع له شي مشكل ولا كان طاح في واحد الاكتئاب كيكتب الكتاب كيحس براسو كيتعالج وكيخرج داك الكتاب وداك الكتاب كيعاونو بزاف باش يخرج من ديك الرحله ديال 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 الاكتئاب مثلا اللي كان فيها. مو مقبله ملي جاي قدامك بغى يقول ليفغ ويقول فيلم وحاليا بهذه الفكره ديال الفيلم. واش فكرتي دير فيلم على المسيره ديالك؟ افكتيمون راني سمعته. سي 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 واش بغيتي؟ سي سي سا ما في سوغير وي في لو فيلم. الوغ بوغ اتر حيت فيلم حيت فيلم الوغ سي فري كو هاد القضيه فريمون سا ما في تري بليزير باسكو ملي كنكون كنكتب كنكون بوحداتي ديفون مون اورديناتور الاغلبيه كنمشي للبهاليل كنسد عليا تما في العروبيه ديالنا. تحيه الناس ديال البهاليل راه الوالده تما دونك نسلم عليهم. فين جات البهاليل؟ البهاليل حدا صفرو. واو حدا صفرو ما بين صفرو وفاس 5 كيلومتر على صفرو و10 كيلومتر على فاس. صفقات على البهاليل خالتي رشيده الله يحفظك. دونك كنمشي لبهاليل وكتكون سد عليك بوحدك وكتكتب وكتقول بون كتبغي تعطي احسن ما عندك للناس اللي غيقراو وملي كتسمع هادشي وسورتو النقطه اللي مهمه عندي وهو ملي كيقول لك الناس كان ملي كنقراو كنعيشوا معاك و لافونتاج اي لا شانس كو جي سي دو فير دو جورناليزم دو تيليفيزيون اي ا لا تيليفيزيون اي فو ا لا فوا à montrer l'image mais mettre du commentaire ملي كتوري كتبين الصوره ملي كتعلق على الصور ما خصكش il faut pas juste décrire il faut vraiment apporter du commentaire وهاد الطريقه هذه الطريقه ديال الكتابه هي اللي كنستعمل في الكتابه ديالي دونك فعلا كنحي واحد الصوره في الكتابه وهاد الصوره هادي مدابيا ان شاء الله الرحمن الرحيم دوز من الكتابه للصور السينما الشاشه السينما. ذكرت مع واحد الصديق ديالي داخل القناه مخرج ديال افلام ديال البرنامج لا ديال البرنامج اللي كندير دابا الاستاذ عبد اللطيف الطالبي الله يذكره بخير اي بوركوا با جيمري بيان فير سا افيك لوي باسكو سا كريري ان ليان بيتيت با ان فيلم او سينما مي ان تيليفيلم او موان ممكن اخويا ممكن اخويا واعر القضيه هذه ممكن غير هو الكاستينغ يكون صعيب شي دابا شي حاجه تعاود تصور لقطه ديال لا باغان لونيون افريكان وي الكاستينغ شو نقدروا نخدموا عليه من دابا
با فاسيل شنو اللي كاين باش تقولي شي حاجه اخرى؟ مازال عندي جوج الحوايج بغيت نقول لهم لي بالنسبه لنعسف الوفاه ديال الاخ ديالك في النهار اللي كتحقق فيه الحلم. هي صعيبه ولكن بغينا ولكن هنا راه كتخلق واحد التوازن، لان ربما كل ما كانش هذاك الحدث بهذاك الشكل غادي يتزامن مع ديك الفرحه الكبيره وانت كتحقق الحلم، ما تقدرش تعرف شنو كان يقدر يوقع. دائما كنقول دوك لحظات الفرح الكبيره ملي كتجي شي حاجه في شكل بحال ما حنا غنقولوا كتخسرها، ولكن راه كتخلق لنا التوازن في حياتنا باش ربما الامور ما تخرجش على السيطره. وي كاينه النقطه الاساسيه في هذا الشيء، وهو اولا العمر بيد الله، وثانيا ديما كنطلبوا الله يدير لنا اللي فيها الخير. دونك هادشي ما عندكش فيه يعني ما بيدك والو، وكمؤمن خاصك تقبلو اي طريقه. الحياه هي هادي سكو ديزي دون ليكستري كو لو لي في سون تيتو. الواقع هو هذا، خويا الصغير كانت عنده 23 عام توفى، نقطه صافي. شنو غدير؟ سوا غتفشل وغت بحال ما عرفت بحال ما كت بحال غتقلل من الايمان ديالك، لان داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، وحنا براسنا ديال الله سبحانه وتعالى. دونك ملي ربي بغاه ما بيان سور الفراق صعيب، بيان سور شحال ديال الحوايج نقدروا اي واحد عاش هاد الشيء راه فاهم، ولكن سبحان الله العظيم كيتخلق واحد، سبحان الله العظيم واحد. وكنت سمعتها واحد الصحفي كان كيحكي دايوغ ميم باتريك بوف دافور اللي هو المثال ديالي في المهنه، توفاو له جوج ديال بناتو، والنهار اللي ماتت وحده من بناتو قدم الخبر. النهار اللي قدم الخبر دفنها وجا قدم الاخبار. وهذا الشيء اكتشفته وعرفته قبل ما يوقع ليا الواقع. علاش؟ لان وشحال من واحد قال ليه كيفاش ومات لك بنتك، ولكني في ذاك الوقت راه تو بوزوان دو سورفيفغ، كتخلق واحد القوه باش تقدر تبقى عايش مركز واقف على رجليك وشويه فهمتيني واعي. وديك القوه سبحان الله العظيم كتخليك شتي داك ان انا توفى خويا سيتي ان شوك جو لو راكون دايوغ اكستراوردينير دايوغ. انا قالها لي عمي اللي كنت معاه في هذيك الوقيته في واحد البلاصه في كازا، ما عقلتش فين، ما كنتش كنعرف كازا. وملي قالها لي غوت وبكيت اتسيتيرا اي ابخي لو لوندمان كتفيق كتقول واش هادشي واقع لا بحال حلم لا ماشي حلم اتسيتيرا. كتحول ملي كتلاقى مع العائله ديالو كتشوف بان راه ما عندكش صافي tu peux plus rien changer à ça. دونك tu as une espèce de force. ce qui fait d'ailleurs ملي تفنى خويا في البلاصه الوالده d'ailleurs يقدروا يقولوا الوالده كيفاش مات ليها ولدها وكتقول هادشي، قالت لنا صافي اللي عنده شي شغل يمشي ليه يمشي يقضيه سالينا خوكم الله يرحمه يوسع عليه. Et je suis retourné à deuxième une semaine après quoi. النقطة الأخيرة هو بعد التعليقات اللي كتقول ولا كيوصفوك بابن القناة الثانية المدلل، شنو كتقول على هذا التعليق؟ جي با كومبري كيف ابن القناة المدلل سافو ديغ مفشش مفشش ومن بعد وي لا الوغ Cool, à l'intérieur de la chaîne, ça a toujours été. Bon, il y a un titre de chanson de Serge Gainsbourg que j'aime beaucoup qui est Je t'aime moi non plus. Ah. Je t'aime, Canbrick. Et on dit que moi non plus, fait ha, t'as les nanas normalement qu'un je t'aime, moi aussi. Ah. Il y a moi non plus. Donc c'est un petit peu ce rapport-là qui est un peu à l'intérieur de la chaîne. Mais ça reste vraiment bon enfant. Anna, Fialen, Wold Lkanet. Anna, Pella, surtout, même après ce qui s'est passé, Pella. تخلقيت مرة ثانية ملي دخلت القناة وكنقولها وكنأكدها، القناة الثانية والتلفازة بصفة عامة انقذتني. سما سوفي لا في. وشنو اللي خلاني باش ندوز الكاستينغ من بعد ونمشي ندق في الباب ديال سميرة سيتاي الله يذكرها بخير وتعطيني الفرصة باش ندير لي تريننغ، وهو كان خصني كنوصفه في الكتاب باش ما نبقاش نفكر في الوفاة ديال خويا وفي الحزن وفي ديك الحرقة اللي كانت عندي لداخل. شنو هو الحاجة الوحيدة اللي كانت عندي؟ هو العمل. وكنت بحال شي مسطي، كنخدم من 8 الصباح حتى 10 الليل يوميا لي ويكاند كومبخي. في الاخر الناس اللي ما كانوش عارفين يقولوا مال هذا منين جاي شاد الحماق، ولكني كانت شي حاجة إيجابية. معلوم تعلمت إيجابية وتعلمت فيها اي سا ما بيرمي دو مي فير اوبيري. دونك سا روجوان ان بتي بو سكو ce que vous disiez. Ah donc modèle, tu es gâté. Gâté, ouais. Tu es gâté. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est bien. Non, mais c'est. Il le mérite.
à l'intérieur de صراحه زعما ممكن كي سون غاتيك غاشي داخل داخل القناه درت اكثر من داك الشيء اللي كنت نحلم به في صغري فريمون قدمت الاخبار 12 سنه انا اللي مشيت عطاوني برنامج جديد كنقدمه اسبوعي كنت رئيس تحرير درت برنامج ديال الاقتصاد فريمون زعما الصراحه ديال يا سيدي ربي 13 عام وانا داخل القناه اللي خدمت مزيان اخويا كيستحق يكون جي زعما ما نتسلهم والو بخير اخويا وسمير لاباس عليها Elle va bien, très bien. Ma bqitch kanchoufha bzaf lina daba wlit f le 4e étage ma la direction des magazines ma Sy Reda Benjelloun. Et mara mara kantlaqaw f le couloir, Samira fidèle à elle-même. Qoula tlaqati ma qoula ta'it li shahad ma ayat li. Qoulha li. C'est vrai shahad ma ayat li bqitch shahad. Ah, raka nsa walat qalt lik غادي تقدم الخبر لا شفنا والو انا قلت ملي غنمشي راك غنلقاك نتايا في الاستوديو شفنا والو خويا انا باقي كنتسنى وعداتنا مباشره انه غنقدم الخبر انا كنتسنى نقولها ليها قولها راه هي عندها الكلمه دائما سميرة السلطان عندها الكلمه Personne qui peut dire le contraire. Un goulouhim d'ak la partie de l'écriture de l'entrée de la deuxième. Mais je voudrais que aussi à l'écriture très imagée. Mais je voudrais que la partie de l'entrée de la deuxième, c'est d'ak la sécurité, etc. Donc je voulais insister sur ce point-là. Ou le fait qu'il partage maintenant sa vie professionnelle, personnelle aussi, etc. Moi, c'est un partage où ça peut inspirer, je pense, pas mal de monde, pas mal de jeunes, ça peut leur donner de la motivation, etc. Alors, j'aurais deux petites questions. Brett Narf, en tant qu'écrivain d'abord, pour toi, il y a la cause principale, il y a les chiffres alarmants, les tiens chefous, il y a le Qaraïa, le nombre de livres, les tiens Qaraïa, ou l'âme. Pour toi, la cause, c'est comparer la musique ou le cinéma, les Mazalines, Shaddin Blaisom, malgré la crise d'Yalom, etc., ou Nines Mazaline. Avec le sondage, il a fait beaucoup de mal, ou avec l'étude, ou là, je ne sais pas comment il faut l'appeler, elle a fait beaucoup de mal à la lecture et au livre. Il y a tout ce qui est le sort de juste à l'air dans l'âme, il y a quand même ماشي الحقيقة. لان غالبا الا دخلتي حتى الدراري اللي ما كيقراوش ولا الناس اللي ما قراوش ما عندهمش الامكانيات باش يقراو دونك كتزول une bonne partie de la population. هذه الاولى ثاني حاجه كاينه مسؤوليه بالنسبه للمهنيين ديال الكتاب لان كيتعاملوا مع الكتاب بحال اللي كنا كنتعاملوا معاه في الستينات ولا في السبعينات الكتاب كيتكتب كيخرج كيتطبع وكيتحط في المكتبه وكنتسناو شي واحد يجي ياخذه دار النشر ما كتقومش بالواجب ديالها بالنسبه للاشهار الاعلان وداك الشيء الكاتب ما كيقومش بالدور ديالو باش يكون حاضر ويدافع على الكتاب ديالو ويمشي في الاعلان وفي الراديو ولا في التلفازه ولا يعطي استجوابات في الجرائد اي دونك كيبقى ذاك الكتاب فورسيمون الكتاب غيبقى بوحدو عليها انا حاولت ملي اكتشفت هاد الظروف هادي باش نخرجوا الكتاب من هذاك espèce de prison dorée dans laquelle il est je vais essayer de mettre en place une opération et j'espère qu'il y aura d'autres auteurs qui me suivront là-dessus une opération que j'aimerais bien appeler délivrer le livre D'accord. et aller dans des lieux aller à la rencontre du public dans des lieux parfois originaux, parfois insolites. Par exemple, j'en sais rien, on peut très bien organiser une séance de dédicace dans un restaurant ou pourquoi pas dans un salon de coiffure ou à l'occasion d'un match de foot. Ou, la proximité. Voilà. Et aller vraiment dans la proximité. Et quand on est dans la proximité, je l'ai remarqué d'ailleurs à Rabat pas plus tard que la semaine dernière, les gens sont intéressés. Après, la responsabilité, il y a une partie de la responsabilité du lectorat. Oui. Il y a une partie de la responsabilité de l'auteur et il y a une partie de la responsabilité de l'éditeur et des professionnels du livre. هاد اللي بدل لا بروكسيميتي اللي هضر عليها سي فري انا جلو رمارك اوسي بحال دابا في الشوارع ديال الرباط بون ما تنشوفش الناس داخلين للمكتبات بزاف باغ كونتخ ملي تيكونوا مفرشين في الارض وبدي بخي اللي هما ابوردابل بحال هكا 20 درهم ولا 25 درهم تنشوف بزاف الناس تيهزوا تيشوفوا لا كوفيرتور تيقراوا لا بريفاس تو وكاين حتى اللي كاين اللي كيدير ليفغيزون كاين اللي كيدير ديال الكتوبه سي فري ليفغيزون ديال الكتوبه وشنو نقدروا سمح لهم شنو نقدروا نقولوا لان جون دابا اللي تيسمعنا بور لو convaincre يهز كتابو الاول زعما لو ميساج سامبل وباين زعما شنو اي باس ا كوتي دو كوا الا ما قراش انا ما كنتش كنقرا بزاف اصلا صراحه والكتابه هي اللي رجعتني للقرايه والوعي وحتى المهنه هي كتفرض عليك باش تقرا كنظن مشكل فين كاين وهو في المدرسه
ما كنحسوش بالحب للقرايه في الدراسه. يعني الكتوبه اللي كيتعطاو لك واللي كتقرا مفروضين عليك وكتقراهم في العطله وكتدخل من العطله خصك عندك امتحان، دونك داكشي كيكون كيدار بالضغط. خاصنا نخليو الحريه للتلاميذ ولا الطلبه باش يختاروا، سورتو التلاميذ باش يختاروا الكتاب اللي بغاو ويقراو. مهم يقراو. وكاينه واحد التجربه دار دايو حتى تلاقيت مع واحد الاستاذ مؤخرا كيديرها هنايا في المغرب، يمكن في الرباط، كيخلي الحريه للتلاميذ ديالو وكيقرا وكيجيبوا الكتاب اللي بغاو. دونك كتولي مسؤوليه على التلميذ، اللي يقدرش يقول لا انا داك الكتاب ما كيعجبنيش، والاختيار كيبقى واسع. اختاروا كتبه اللي كان كسوا دي بون ديسيني، كتبه متعلقين بالاقتصاد بالسياسه بالفن بالطب، والمهم الواحد يقرا. هذا الشيء اللي كاين، ولا كاين واحد اخر، وانه يقدروا يديروا يبداو الكتبه يقصروا واحد شويه فهمتي، ويحطوا كومونتير في فيسبوك هذيك الساعه تقراوك شويه بالجد تقرا فهمتي. وقبل يكتبوا اذا لم تقرا هذا الكتاب غادي يوقع لك مشكل كبير في حياتك. عرفت شنو يكونوا في الكومونتير؟ لك اجر كبير اذا قرات هذا الكتاب. يلا خاص باش يشجعهم. غادي نديروا ان كيستيونير معك ودي عداده بالزربه، غنديروا كيستيونير على قبل 12 عام، على قبل حساب الكتاب هذاك، كتعاود القصص ديالك وكتعاود المغامرات ديالك في الصحافه، في تقديم نشرات الاخبار، في تغطيه الاحداث. غادي نديروا ان كيستيون ديال 12 عام هذه 12 عام جي تي 13 عام في الكارير كلها. اول خبر قلتي في جي تي، اول خبر قدمتها في النشره شنو هي؟ هذه عقل عليها. بديت اول نشره، دايوغ سي درول كوم كوا il y a des chiffres qui portent bonheur parce que je viens de me rendre compte devant en voyant l'ordinateur que j'ai en face de moi qu'on est le 25. معلوم 25 انا بديت نقدم في 25 شهر 9 2006. واو 25 شهر 9 2006 كنا في النهار الثاني ديال سيدنا رمضان. اييه ونهار الثاني ديال سيدنا رمضان فتحنا on a ouvert avec les causeries religieuses. اييه دروس الحسنيه مع امير المؤمنين، وانا في الدراسه ديالي وفي القرايه ديالي في مدرسه الصحافه عمرني ما تكلمت على لي كوزري ريليجيوز ولا على الاجواء ديال رمضان، لان بون قريت في فرنسا. اي دونك لو بروميير لا بروميير شوز كو جي بريزونتي سيتي لا بروميير كوزري ريليجيوز دو موا ساكري دو رمضان، واللي كان قدمها امام امير المؤمنين احمد توفيق. واو وزير الشؤون الاسلاميه. واو زوين هادي، مزيان. اصعب لحظه عندك في 12 عام ديال تقديم نشره الاخبار؟ صعيبه ما عرفتي ما دير، تلفتي. كنت عاودتها هنايا ملي هبطت ما عندي لا ورقه لا جوج لا برومبتور لا هذيك لا والو. هذيك اصعب وحده. بون هذه ولكن دي كانت غالبا اصعب وحده يمكن من بعد هي اخر نشره. ان ملي كتودع شي حاجه درتيها تحبس ماشي عوضها درتيها 12 عام شي بحال كتودع شي واحد اللي قريب ليك، واخا كتعرفوا فهمتي استوديو سون راه كاين قريب نقدر ندخل ليه، مي سي با باغي ماشي بحال سي با باغي حيت ما بقيتش عاود ديرها. اجمل ضيف 12 عام ديال تقديم اخبار؟ كانوا بزاف، ربما واحد الممثل اللي مالوغوزمون كي ديسبارو دوبوي، ممثل فرنسي وكنت جد فخور باش يكون ضيف ديالنا، لان كان ذكرني بالصغور ديالنا كنا كنشوفوه في التلفزه الفرنسيه وذكرني ايضا بالوالد الله يرحمه، لان كان الوالد عزيز عليه وهو ميشيل جالابرو، وكنت فخور ايضا بحيث الاصل ديالو المغرب. بون فيغ سولون كون سي كي سي لا ميشيل جالابرو اللي كان كيمثل مع لويد فيناز. وي وي اكزاكتومون في لي جاندارم دو سان تروبي ماشي بورفيل. لا با بورفيل ميشيل لا مون فيلو il est disparu il y a plus longtemps. مي ميشيل جالابرو il est originaire de Suera. J'ai découvert ça en l'accueillant parce qu'il venait faire une représentation. Voilà ميشيل جالابرو j'étais très fier. Après il y en a eu énormément. كفليشتي كان فليشتي. واه لو نو سلام فوالا
C'est bon. والدوبلكس كاين واحد القصه كاين ديكال على الدوبلكس صعيب لان خاصك ملي كتقدموا ما تسكتش تطرح السؤال الاول مباشره من بعد تقديم ديال الضيف لان الا سكتي كتسنى يقول لك عليكم السلام اللي كتقول ليه السلام عليكم كدوز واحد اللحظه اللي في التلفازه كتبان بحال 30 ساعه دونك هذه الاولى دونك ماشي مشكل انا قلت لي طرحت ليه السؤال الاول اللي كان فيه شي بركه وسكت والسيد ما جاوبش بقى ساكت قلت مانس ياك ما يزون ان بروبليم دو سون ان ريجي اون مو دي ريان بقى ساكت 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 وشويه وبدا يهضر قلت بون الحمد لله وصلوا السؤال وان بلوس افون سا جلي بريفي سادير كان داكور قبل ما نبدا النشره كنعطيش اسئله بالضبط ولكني كنعطي المواضيع اللي غنتكلموا عليها شحال السؤال غيكون كيفاش فوقاش غندوزو في النشره ديال الاخبار كنكدوا بينا كيسمعنا ايتترا بدا يجاوب هو ملي بدا يجاوب جاوب في ثلاثة ولا أربعة ديال الكلمات وسكت أنا ملي بدا يجاوب عاد ارتحيت فهمتيني قلت مو غنبقى نصمت ليه نشوف السؤال الثاني على ما هو يسكت جاوب بالزربة لحت ليه عاوتاني السؤال الثاني جو لي في اون رولونس بالزربة عاوتاني سكت اون بليس مشروع عرفتي مهم عنده دور اقتصادي اجتماعي دونك كان خصو يفسر لينا السؤال الثالث باغي تخوا مو سا سي لو موفي كليون في الأخر قلت ليه شكرا et on est passé à autre chose et ça c'est un grand عندك واش جا ما جاش لا حقا عندكم راه وزير طلعوه استقبال ماشان سيتيرا toute la journée خرج ها وزير مغربي لا 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 ماشي ما مغربي ده نوت بي افريكان واش عمر في 12 عام ديال تقديم نشرة الاخبار ودي دادا واش عمر شي واحد خسر الهضره في معاك في الجي تي يا ماشي كوريسبوندون يا ماشي واحد ولا كان غادي يقول شي كلمه ماشي هذه alors ce que vous ne voyez pas ou ce que vous n'entendez pas et c'est tant mieux forcément ملي كتكون surtout bon qui كون بعدا اولا المباشر وثانيا شي مرات كيكونوا مشاكل donc انت خصك كمقدم ديما تبان كلين ديال مدام مسيو ديك اون كونتينيو اي دون لاكтуаليتي سو ماتان اي alors que derrière dans l'oreillette ou là juste avant 10 secondes avant راه الفو دانايدا surtout ملي كتجي انا كنت كنهبط ديما في اخر لحظه الصراحه في الاستوديو دونك 3 4 دقائق قبل من اللايف اي جيمي با دايور ملي كنت كنجيب كري كنقول يا ربي السلامه عندك كيجي لي كيوجب لي بالي بحال غتوقع شي حاجه ماشي حتى ليه وفعلا نيت النشرات اللي كنهبط فيهم بكري ديما تخصك ستريس اي دونك فورسيمون ملي كنتقلقوا بيناتنا سواء انا مع المخرج ولا رئيس التحرير معايا ولا انا مع رئيس التحرير سيتيرا كيقدر شي مرات تقال شي حاجه ماشي حتى ليه ولكني كان خصك تحضي مع اللايف مباشره عمرها ما وقعت ديك زعما لا 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 عمرها ما وقعت وقعت مالوغوزمون بعد زملاء هما اللي خرجت لهم هضره خايبه وي كتخرج كينسى الواحد بان راه لايف وكتخرج الهضره كتخرج الهضره بحال اللي كتكون جالس مع صحابك صحابك ولكن ما راكش مع صحابك عمرو وقع لك بحال موقع البيغ شنو وقع لي شفتها في البيغ كان في نشرة الاخبار كان باقي في دوزيام وي في اخباري كان ضيف انا كنت تما ولكن كنت خدام في كونتيننتال كيف دوزام وكيتشبع بالمعاني ديالها واللي ما كيعجبوش يعني ما واخا تبغي تشرح ليه ما غاديش يبغي يفهم ما عندكش علاش تصدع راسك معاه فهمتي بلا كتمشي كتعطيك الزلقه اللسان ما فيه عظمية هذه كتوقع لا تبغى كدير راسك بحال ما كدير راسك بحال ان بلوس لقيته والله العظيم هو دخل سلمت عليه البيغ نهار السبت ستي السبت ياك الحد لا ضيفنا نون الحد واه لانفيتي اي دانا باي فوالا مي يمكن كنحس براسو مرتاح في الاستوديو في القناه ونسى شويه راسو هذيك كتوقع حيت الصحفيه من بعد ما تبقاش تقول ليه اجي كنتي غتقول ما تقدرش اخويا واش درتي كل شيء في 12 عام ديال الجي تي وتعداد كل شيء لا جو بونس با ولكني بزاف
بزاف جي سافرت تلاقيت مع الناس كاينه حاجه وحده اللي نقدر نقولها ولا ما نقدرش معلومه تقدر نقولها ياك اه ما كاين مشكل قولها اللي النهار الاول ملي جيت المغرب من بعد الوفاة ديال خويا كنت لقيت مع واحد السيد وبديت كنحكي ليه ساعة مازال ما يلا غنبدا في في دوزام وقلت ليه راه كيفاش منين ندز قاش نقريت وهذاك الحلم ديالي من صغري تيرا كيشوف بقى كيشوف فيا هكاك ساكت وقال لي انت شي نهار غادي دير استجواب مع سيدنا وانا شوف فيها قلت ليه صاحبي وي او مازال مازال حتى ما بديت جي ميم با انكور ميل بي ا لانتين بوركوا اسكو تو دي سا وهاد هاد الكلمه هادي بقات ليا في دماغي هذيك المده كامله وربما ما عرفنا المستقبل مي parmi les choses ouais en tant que professionnel de la télévision au Maroc et surtout avoir eu le plaisir pendant 2000 JT انا لي غريب في الامر وهو الوالد الله يرحمه كان هاجر ومشى لفرنسا وقداو 30 عام من بعد انا رجعت دونك بحال ما عمرو ما مشى بواحد الطريقه بواحد الناحيه اي وهاد 2010 عدد ديال هاد النشرات كنتكلموا على النشاط الملكي كنفتحوا به الاخبار وكنشوفوا المشاريع اللي كيقوم بها سينا ايتترا اي سي فري كو ان طون كو ان طون كو جورناليست tu vois il y a alors je cache pas bon j'aurais jamais pu le faire parce que j'ai couvert بحال دابا هذيك ديال ابيجان ملي كتكون واقف مع جنبو سبحان الله العظيم هذيك الهيبه اللي كتعطى وان بلوس كانوا في واحد الجو اللي فيه الرؤساء وفيه ديما بتي دوا كيمدي بوركوا با قريب ليك بون الاحترام ومن غادي بدير السجو مع الملك tu le fais pas mais voilà c'est quelque chose si j'ai une chose à regretter de 12 ans de journal télévisé c'est de ne jamais avoir pu avoir l'honneur de faire une interview ou d'avoir sa majesté j'aimerais bien ça serait c'est le rêve je pense de tout journaliste sur Maroc كان معايا السجوب وحق الله العظيم وربما غنديرو انا وياك مع السجوب والله العظيم الا وحق الله العظيم سبحان الله داك الشيء باسئله بالاجوبه ما غنعاودش لكم ولكن سبحان الله العظيم وانت راك تلاقيتيه انت انا تلاقيته علق لك لويسا سي لو غيف ديال اي جورناليست جو بونس هادي Ah professionnellement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu vois ce qui se fait. J'aimerais bien quand même avoir cette interaction parce que on est fait pour ça quoi. En tant que journaliste, tout est possible. Après, c'est clair, tout est possible. On me l'a dit que je n'ai pas le sujet de Malik. Dis-moi, ma sœur. Rahim, une question. Parce que j'ai interviewé ma. حيت عبد الملك نحبو عبد الملك هو النجم ديال المغرب هو بلو غون ستار فهمتي بغيتي تهضر معاه وتسولو بزاف د الحوايج كتعرف كيكون عندك انترفيو مع اون ستار فهمتي كتبغي ديما كيقول شي صاحبك غنمشي معاك سؤال واحد الله يكرمك بالخير اخويا وديع ان شاء الله يكون بخير غادي رونديفو 8 9 غنفكركم 8 9 تكون في الدار البيضاء 30 ساعه ديال الكتوبه ديال السيناتور ديال ديال الكتوبه كتاب جديد اللي سميتو دون لي دو ليون اي غتكون تعرفوا انه غادي يخرج بالدارجه من بعد عربيه ان شاء الله ان شاء الله في عين السبع في عين السبع شكرا بزاف وادي عندنا ميرسي بوكو ميرسي برافو شكرا جميع شكرا مومو شكرا لكم خليكم انا على اذاعه ايت راديو